السلام الله عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائي اعزائي وفي التلمارك في كل مكان، في حلقه جديده من برنامجكم غلطه العمر. في حلقه اليوم نستضيف واحدا من اساطير المنتخب الوطني، منتخب 1986، واحد من صناع فرحه المغاربه في هذا البلد. الامر يتعلق بخليفه العبد، نستضيفه لنسائله عن مساره، عن نجاحاته، عن اخفاقاته، ونخلص الى غلطتي العمر. مرحبا بك معنا سي خليفه في هذا البوح. اهلا وسهلا، الله يحفظك. قبل ما نبدا النقاش مع الضيف الكريم، شو جميع نشوفوا ورقه حول خليفه العبد ثم نواصل النقاش. خليفة العابد واحد من صناع مجد المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في الثمانينات. من مدينة القنيطرة كانت الانطلاقة، وفي ملاعب المغرب والعالم كان توهج. كسر خليفة قاعدة القامات وجعل المتتبعين يؤمنون بأن العبرة بالمواهب لعب الأجساد. في المكسيك كانت لخليفة ولادة جديدة بعد أن صد هجمات كبار نجوم العالم. طرقت بابه عروض احترافية فأصر على الوفاء لقميص النادي القنيطري، وحينها وفريق القلب والعقل إلى دور المظاليم. قاطع خليفة الملاعب وأقسم أن لا يعود إلى المدرجات إلا بعد الصعود واستعادة الماضي. شكون هو خليفة؟ الاسم ديالي العبد خليفة، لاعب النادي القنيطري والفريق الوطني المغربي. شاركنا في عدة تظاهرات رياضية، أكبرها هي كأس العالم 86. البداية ديالك كانت طبعا فئة صغرى. والبداية ديالي في حال جميع اللعبة، والفضل كامل كيرجع للأب الصويري الله يرحمه، لأن هذاك الإنسان عندنا معلمة، لأن تقريبا كون واحد ثلاثة أو الأربعة ديال الأجيال، وخلى فراغ كلي يبقى اللي باقي كنعيشو إلى يومنا هذا. ومريت من كاع الأقسام الكروية، ما فيهم تنجمعوا الكواري حتى كثير مصور رمصور. في المراحل الأولية سي نورمال، لأن كنت رمصور، معناه رمصور في الكاك كنت صويري كيجمع الدراري اللي هما صغار وموهوبين، وباش ما يبقاش ذاك الفراغ قبل من المقابلة كيدخل دوك الكتاكيت الصغار اللي كيلعبوا عيف في الكاري دي جبيت فقط، ولكن كان كيختارهم تقنيا مجهدين، وكيكون واحد سبيكتاكل اللي الجمهور ما يبقاش ذاك الفراغ كيشوفه في التيران خاوي. فلاميتون وقبل من لاميتون، وكيفرقنا على التيران كنجمعوا الكواري حتى كيسالي الماتش، وفرحانين بداك الشيء لان دخلت فرج في الكاك، والكاك فرق كبير بزاف، عشت فيه مراحل كثيره، تفرجت في لعابه كبار بحال الحاج بوجمعه الله يطولنا في عمره، الحاج كالا، طوحين الله يرحمه، عبد الله، يعني كانت واحد الكوكبه رائعه. وحنا ديك الساعه صغار، وشاءت الاقدار ان الحاج بوجمعه لعبت معاه كومونترينور جوار. بعد ما كان قدوه لي انا، بالنسبه لي يعني شفت المدربين تاعيت في المغرب او لا خارج المغرب، فالحاج بوجمعه يعني بوحدو خلق الله، بوجمعه بن خليفه، ديفونسور بن خليفه، بوجمعه بن خليفه، اخلاقه وكورته والحمد لله باقي الله مطول ليه في عمرو، كنشوفو دابا الحمد لله. شكون اللي غير لك؟ اكيد ما بديتيش رياض روا من الاول. فالبدايه ديالي كانت كجناح ايمن، ثم وسط ميدان، لان كنت شويه قبيح وكل شيء تيقولها لي، لان كان عندي حس دفاعي. هجومي لك تقبيح، راك هجومي كتهجم على عباد الله. ديفوزور خصك تكون قبيح، سي نورمال سينون ياكلوك. المهم مني بديت كوم ايلي، جاو مدربين اخرين رجعوني ميليو تيران ديفونسيف، ودرت فيها الرسميه ديالي، ولكن الفضل كامل كيرجع للسي العماري الله يرحمه. كان مثلا كيشوف، كانت عنده قراءه جيده في اللعب، لما كيشوفه كيلعب مثلا في واحد البوست ايلي دروا وعنده حس دفاعي وعنده هذا، كي اوريونتيو، هادو هما المدربين الكبار، ماشي كيجي كيلقى اريار تيخليه اريار او ميليو تيران كيديرها ميليو تيران، يعني لا نقول كي غيدير هاد الخدمه هادي. المدربين الكبار كيجي كي اوريونتيك هو، لان كيقراك تيعرف المقومات ديالك الكمال لله، وتي اوريونتيك الاتجاه اللي تعطي فيه عطاء مميز. كتذكر اول ماتش لعبتيه؟ المقابله الاولى لعبتها كنا يلاه طلعنا من دوزيام ديفيزيون لبريمير ديفيزيون،
في لافينال ديال لاكوب في نفس العام لعبنا لافينال ديال لاكوب دي ترون مع الفتح في طنجة خسرنا ب 1-0 والمقابلة الأولى في بريمير ديفيزيون لعبنا مع الفتح باقي كنتذكر درت أن كروم ماتشكم أريير غوش وأنا ما عمري ما ترينيتكم أريير لاتيرال ميم في لي زونترينمون وباقي كنتذكر كان واحد السيد توفى الله يرحمه كان بريزدون ديال يوسفيا عطاني أن شيك فيه 500 درهم وقال لي هاكا بالحرف الركراكي الركراكي فوالا الله يرحمه مسكين واحد توفى قال لي دخل عندي وعطاني شيك فيه 500 درهم وقال لي يا وليدي الا تخليتي في راسك تيسور ان كرون جوار والمقابله الثانيه كانت عندنا مع الوداد وعاوتاني لعبني اريال دروا قلت له سي لوزامي سي العماري قلت له لعبت اريال كوش قال لي ما تيتشوف قلت له تيرا فوالا اش كاين انا البوست فين لعبت ودابا حولتيني انا زعما تير كيطلب الوقت وداك الشيء قال لي سي مو لو ريسبونسابل ما بغيتش نشوف صحيتها كاين ان شاء الله وبالفعل ما شافوا صحيتها لان صحيتها انا اللي كيتلاقى معايا حرقيه ستاد دونور ولا بيرجيك وكلهم قابلنا احنا كاين ماتش في قلب ماتش انا كنت قبيح شويه هو كان طريق فور فيزيكمون تكنيكمون السرعه عنده كل شيء يعني كيمشي بها وكيصون عنده واحد الاكستيريور الاكستيريور يعني صحيتها قلال اللي زين انا عشت جوج ديال لي زيلي اللي شفتهم عندك صحيته وعندك عصاد ديال الجزائر هذاك كان تيبات معايا في دارنا كاع وكانت صداقه كثيره وكان تيلعب في باريس سان جيرمان وتجلس معايا في القنيطره وكانت علاقه قويه وتلاقى مع الحاج بوحيوي في الحج وتيسقسي على اللعابات الكاك كاملين فمشي غير هو كان فرقاني كان كذلك كانوا ناس خاطرين في عقلهم وفي كورتهم في كل شيء في كل شيء ملي كنتي كتلعب في هذيك الفتره ديالكم كانت لي زونترينمون اونتر ميدي اي 14 بمعنى ان اللي كيقرا راه القرايه ما يعوش انه يشد غيسالي مع الجوج غيوصل مع الجوج سير كومس دخلوا ما ندمتيش على القرايه ما قريتيش جيستومون هذا نقطه مهمه اللي هضرتي عليها والحمد لله دابا استوعبوها الناس اللي مسؤولين على الرياضه لان بكري ما يمكنش تلعب الكره وتقرا ما عندكش اختيار اما تلعب الكره وتمشي لك القرايه واما تشد في القرايه وتبعد من الكره فاحنا كنا ضحيه ديال ماشي غير واحد الجيل تقريبا اكمله حتى تطورت الوقت ولا سبوريتيد والدليل على هذا هو ان هذا الشيء السؤال اللي طرحتيه عليا عشتو مع ولادي علاش لان ما بغيتهمش يلعبوا الكره لان الكره ماشي مستقبل مضمون فخص القرايه هي الاولى سي فري ما لعبوش الكره بتاتا كيلعبوها في بعض لا ما سيناو زعما في الكره لا والو ما خليتهمش يسينيو لان لم مشاو اللي غيهربوا لي من يديها وانا كنعيش في داك الشيء ومغمس فيه مزيان وكنشوف الحالات ديال الاصدقاء ديالي وكذا وفضلت هذاك الاتجاه وبالفعل ولكن دابا ولادي في تيرا عندي واحد في فرنسا تبارك الله غادي مزيان دابا في الاكاديمي ديال تولوز وواحد اخر عند شيبو ماشي مشكل لان الوقت طورات ولا دابا قرايه وكوره ممكن دابا ممكن ممكن فوالا اذا الانقطاع ديالك دراسه كان غلطه اكبر غلطه ولكن ظروف كاينه ظروف وظروف ديال المسؤوليه ديال لو فويي وظروف ديال العائله تحملتي مسؤوليه بكري سفري تحملتها لاج دو 17 اون 18 اون على هكا مسؤول من ا جوسكا زيد وانا وسط خوتي شحال كان تقريبا حنا سبعه بداك اللي زتو بريتي ثلاثه الاولاد وبعض البنات وداك اللي زتو واحد اخر تا هو زدتو وواحد ربيتو كنت ودابا الحمد لله صاوب الوديه ديالو وتزوج ودارو وليداتو جبت شي حيوان طويل تيعيط عليا اكثر من ولادي واحد النهار الله شاهد عليا قلت له وليدي افتح انت كنتي باقي صغير واش عقلت زعما واش عقلتي على شي حاجه قال لي عمي هذوك هما الحوايج اللي ما عمري ما نساهم تنتيو معايا للقبر هو ولد الخنيشات هو ولد الخنيشات ودابا ما تيقولش ليهم فوت سيدي قاسم ما تيقول لهم قنيطري عنده الكاك في الدم دابا ملي كتمشي الكاك كتمشي عنده لتمايا وكيتهلا فيه كيف ما بقيتي كتلعب اريا دروا ميليو تيران شويه رجعتي اريا دروا غادي تنادي عليك للمنتخب المغربي شنو هي الاستحقاقات اللي شاركتي فيها مع المنتخب المغربي الناس بزاف عارفين خليفه كاس العالم 86
ولكن شنو هما لعبتي العب واحد المتوسط وقت سبليت ليكيب ناسيونال حيطوا عليا لا بري سيليكسيون 8 معك لي مع فونتين الله يذكره خير ولا الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه مع فونتين. هذاك الوقت كنت ما خدامش وجاتني ريكروتمون ديال الخدمه باش غادي نخدم ومشيت عند فونتين قلت له فوالا اش كاين اش كاين اش كاين شرحت ليه الموقف قال لي باك بروبليم وصيفطني مع الشيفور تداني تا بلاصه الطاكسيات ومشيت في حالتي. جيت صوت لاسيتيون ديالي في الخدمه لان اول حاجه في الكره هي باش تكون باش تسير الوقت لان الكره ما يمكنش لك تبني ليها. وجيت مشى فونتين جاك ليزو ملي جاك ليزو عيط عليا ليكيب ناسيونال. لعبت دي ماتش اميكو ودوز دي ماتش اميكو مزيانين بزاف لان كنت قوي سو لو بلون اوفونسيف ميم فيزيكو. شكون اللي كان كيلعب قبل منك الرياضة؟ وكنت كنا دابا هذا هو اللي كان مزيان في ليكيب ناسيونال كل بوست كتلقى كيتنافسوا فيه ثلاثه اربعه ديال اللعابه وكلهم في الشامبيون ديال المغرب. فكان فيلالي كان فيلالي كان الاخر ديال الوجده عاوتاني بوشخاشخ بوشخاشخ حسين كان حسين كان شكون اخر تيجاني تا هو عجيب مورانا كان واحد دي شاك بوست كتلقى ثلاثه اربعه خل فيلالي كيلعب رياض روا رياض كوش حيت المشكل ديال رياض روا ما بقاش مشكل الا عندك الكره لان دابا الفوتبول مودرن دابا راه ولات ثقافه اخرى وعالم اخر دابا لاريال غوش كيلعبوا لاريال ضربه ولا لاريال ضربه كيلعب لاريال غوش علاش باش يدخل يبينيتري ويدير اكسيون من الوسط هذيك الفوتبول مودرن شاركتي في العاب بحر المتوسط التظاهره الاولى في العاب بحر الابيض المتوسط سبليت كنا ميداي دور سبليت كنت بليسي بليسي التظاهره ديال 83 83 كنت فيها لعبتي فيها لعبت فيها كاع لي ماتش كاملين و بليسي ولا كارير ديالي كلها لعبتها بليسي وهادشي تيعرفوه اصدقاء ديالي اللي معايا في الملعب الى يومنا هذا باقي كان كتلعبوا انت بليسي كنلعب و دي بيكير اكسيتيرا هذا دي كوبريمي اكسيتيرا الى يومنا هذا ترجع عليك كترجع عليا دابا دي كوبريمي كان الناس كتنوض عليا كان دي كوبريمي اللي بغيت نقول لك هو ان 83 قبل 83 مشيو 79 79 هذيك الفرقه اللي مشات للسبليت كانت فرقه مزيانه جيتو من السبليت غتوقع تغييرات على ذاك المنتخب علاش لانكم غتلعبوا مع الجزائر غتلعبوا مع الجزائر سعود دوجنبير 1979 المباراه الشهيره في مركب محمد الخامس جيتو من السبليت دخلتوا في كونسونطراسيون شحنتوا بزاف ولا الوزارة كيجيو عندكم التيران ولا 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 ربما تخلع المدرب مشى جاب شي لعابه كانوا حيدوا من المنتخب عاود رجعوا الناس ديال التجربه بلي كنقولوا التجربه كنقولوا الهزاز كنقولوا فراس كنقولوا اللاعبين اللي حمدي مجموعه من اللاعبين اللي شويه فلاش شويه كبار انت كنتي تيتيلير وليتي روبلاسو هذيك المباراه الشهيره كنتي داخل شويه وليتي خارج بكل صراحة باش نكون معك واضح بقات فيك هذيك ماشي بقات فيا أكثر من بقات فيا لأن ما كايناش في منطقة الرياضة بتاتا علاش؟ لأن دوزنا لي ماتش كامل كانت الفرقة ديال سبليت هي اللي كانت تكون أصلا وداك الشيء اللي دارت الجزائر الجزائر ليكيب اللي كانت معنا في سبليت هي اللي جاو لعبوا معنا ف راه شافوكم في سبليت فوالا الخطا اللي داروا المسؤولين على لونترينور دابور هو انه احتفظ بالسميات اكثر من العطاء وكان خاص تغيير لان اللعبه اجي وكانت واحد المجموعه قليله بما فيهم هذا اللعب اللي قدامك وكليتي لعبت تعزلت من لي اون شامبيون رغم عيط على لعابه اجي فحال فراس فحال هذا فحال هذا لان ما كتبقاش ديك لا فريشور ما لاش كيلعب في الفوت في السبور اون جينيرال كون كي بغيت تكون وهما ما مشاوش للعطاء مشاو للسميات وهذاك هو اكبر خطا المهم كنت بارمي لي اون شامبيون وهذا الماتش باقي كيلعب عليا بزاف حتى ربحوا المغرب ب 4-0 في مراكش عاد باش 51% لان انا كنحسها ظلم تظلمت وبطريقه غير مقبوله العشرة الصباح كاين في لا فورماسيون تيب داخل
لي ماتش اميكو لعبنا ضد سان تيتيان كنت بارمي لي ميو جوار، لعبنا ضد الاصدقاء راهو ما يشايفين بهذا الشيء، كنت توب نيفو ديالي في ذاك الوقت. الربعة العشية ما كاينش خليفة، والغريب في الأمر ماشي إلا ما كاينش عادية المدرب يتراجع في الاختيارات ديالو، ولكن باش تجيب واحد من الكلوب ديالو ما كانش معنا كونسونتراسيون في مربية، ما كانش معنا في ماتش أميكو، وتجيبو داخل بساكو يلعب ماتش أوفيسيال وماتش تريز أمبورتو مع الجزائر وتجلس وما تلعبش، بقات فيا حتى غندير مع القبر كنضم، لأن ما استوعبتهاش وانا باقي صغير وبقى عندي داك الشوك. ما قلتيش للمدرب علاش؟ ما قدرت. اللي باقي كنتذكر هو ان كان كولونيل الله يرحمه بالمجدوب، باقي كنتذكر بقيت لاصق في الكرسي ما فهمت والو. في الفيستير؟ في الفيستير. اللي فرقوا التونيات؟ فرقوا التونيات وما بغيتش نلبس دخت. بقيت هكا وكان حدايا فلاي الله يرحمه ديال الرجاء، بقى عندي الصوره ديالو الى يومنا هذا. دخل ما شافنيش معاك تجالس ويقول له شاف رقم زوج داخل الحمدي، دخلوا حمدي ديال لي فرق ما كانش معنا في كونسونتراسيون ماشي البوست ديالو وماشي البوست ديالو قيل هو في لاكسونترال. المهم اون فوا انا مع جالس تحت ونسمع قال له خليفه ما لعبش ويجرو حميدو شبقى تيهضر ما عرفتش دوك لي ميساج اللي بيناتهم، ولكن كيف ما كان الحال في منطقه الرياضه هاد الحوايج ما كيداروش. ونزيدك واحد النقطه اخرى، لان دابا بديت كنحس بها حتى في ليكيب ناسيونال ديال اللي كاينه حاليا، فالكره ما فيهاش عاطفه، الكره فيها عطاء، ما فيهاش سميات. بقى العاطفه. بقى العاطفه. بقى العاطفه. والعطاء هو رقم واحد، العاطفه سنبتيش بليه. خسرتوا بخمسه لواحد، حتى واحد ما كان كينتظر هذيك الهزيمه في واحد الظرفيه سياسيه اللي شويه صعيبه، تيران راه كانوا تقريبا تيران كان راك شتي كيفاش كان عامر، ما كانش قابل للخساره مع من ومع الجزائر. كان الحسن الثاني تبع عليك المباراه، يعني كنعرفوا حنا الحسن الثاني كان عنده ملاحظات على التشكيله وعلى الخطه، اكيد انه غادي يكون اعطى الملاحظات ديالو من مورا وربما غادي يكون عاتب المدرب على التشكيله. واش غنقول لك، مني بديت في ليكيب ناسيونال حتى ساليت لاكارير ديالي الحسن الثاني الله يرحمه كان ديما معنا في كاع التظاهرات، وبالاخص كنا محظوظين لان ملي كنمشيو نلعبو كيجيب الله نتيجه، ملي كدير نتيجه كيعيط لنا سيدنا الصخيرات فاس مراكش ما خلينا فين مشينا عنده. كان واحد المرض، كان واحد التحفيز، كان واحد التحفيز، التحفيز باقي كنتذكر قبل ما نمشيو للماتش ديال الروتو ديال الجزائر مشينا عندو لمراكش، ورغم الخسارة اللي كنا خسرنا وداكشي، وكانوا جمعوا هذيك المجموعة اللي تبدلات اللي بدل المدرب وكذا وداكشي، وبالحرف قالنا وليداتي الرياضة هي هادي وكرة القدم هي هادي، دابا الحمد لله انتم الخلف ديال الجيل اللي فات لأن دوز وقته وكذا وداكشي، ودابا أنا غنجيب لكم خيرة المدربين اللي كاينين في البرازيل، وانتوما خصكم تعاونوا المدرب ديالكم. وبالفعل باقي كنتذكر قال واحد الكلمه وي سي فري الى ريزون. علاش؟ لان قلنا انا واحد الملاحظه لاحظتها في اللعابه المغاربه، قلنا عرفتي شنو هي؟ حتى واحد ما هضر معاها، لان قلنا هو انا ما فهمتش انا كويري في المغرب عنده تيلعب برجل وحده، الا عنده اليمنيه كيلعبها باليمنيه والعسريه ناسيها ما عنده زعما بحال ما كايناش، وي سي با بوسيبل تلعب برجل وحده فهمتي، لان ان بروفيسيونيل خصك انه تما تكون عندك الكره في الفونغو تدوزها اللي من عند باش تشوف خاص يكون عندك بجوج، سينو راه ما لعاب عادي. شحال كانوا عندك؟ ميريت با. شحال كانوا عندك؟ شكون انا؟ لما عندك بجوج خصك تجلس في داركو، لان كرة القدم كتضرب اليسرية غوش ديما تتكون عندك، كتكون عندك ميول يعني كيلعب الرياضة هو كيكون يمني في الغالب كتولي كتدخل كتدخل، ولكن ملي كيكون عندك ليسباس علاش كتدخل؟ الخصم حيت الا كنتي كتلعبي في جهه وحده تيقراك تيولي بلوكيك، ملي كيبلوكيك خصك تدخل باش دير له مشكل، وهذا قراءه، ولكن ملي تدخل خصك تكون عندك ثقافه كرويه بحال حكيمي. دابا حكيمي دابا هو بارمي لي ميو الرياضيين اللي كاينين في العالم، ومتفوق سي لو بلو فيزيك دابور تكنيك كوم سي كوم سا، ولكن الفيزيك والقراءه ديالو كتخول ليه باش يدير ما بغا. ملي كيلعب في اليسار تيماركي،
ومن تيلعب في اليمن اختي سونطري. هذا هو منطق. رجعوا لك الماتش ديال الجزائر، كان الحسن الثاني تكلم معكم، اجتمع معكم، جمعوا فرقة أخرى غتمشي تلعب في الجزائر. هي اللي مشى عنده المراكش. المدرب ما مشاش. ما مشاش. مالو؟ مشى وقيلة نقول لك بوجمعة إلا باقي الذاكرة تعرفني، وحميدتوش. كليزو كان كليزو المرض. كان مرض، لأن كان واحد الطرف ما قدرش نقول لك. أنا باقي لاعب عليه الآن، ما نكذبش عليك بكل صدق، لأن هذاك لو شوك خديته وأنا صغير. خديته صغير وكان مأثر عليا، قلت لك نسبيا قلال في هذاك لو سكور ديال ربعة سميتو، ولكن هذاك لو سكور ديال خمسة كان الفلطة ديالنا حنا، ماشي ديال المدرب في الحقيقة، ماشي ديال علاش، لأن الإنسان ملي كيدوز واحد الوقت لي شونجمون تيكونوا تدريجيا، ما يمكنش لك تشد جروب كامل تبدلو، تيطلب الوقت باش يوقع ذاك لوتوماتيزم. كثرت اللعابة، كثرت الوزراء كيجيو عندك. وكان الضغط وكان هذا، ولكن كرة القدم هي كلها ضغط، كلها ضغط سواء من هنا او من الطرف الاخر. والحمد لله الجيل اللي مورانا هز المشعل وقاد السفينه احسن قيام الحمد لله. في كاس العالم 1986 برزتي بشكل كبير، خليفه ناري الدروه ديال ليكيب ناسيونال، وساهمتي في العبور ديال المنتخب المغربي للدور الاول، وحضيتو بواحد استقبال ملكي، وكانت مكالمات الملك كان متبعكم، حسن الثاني كان متبعكم، ولكن وقعت واحد الطريفه بينك وبين الملك الحسن الثاني، حيت كان كيتكلم معك على الماتش ديال المانيا بلي دزتو الدوزيام تور. شنو وقع بينك؟ بعد قبل من لاكوب دي مود كان لاكوب دافريك. دافريك مصر. كان لاكوب دافريك مصر، وفي لاكوب دافريك فين تصوت لا فورماسيون كومي فو. لان المود تقريبا. فتما حتى المدرب كيتفتح ليه المجال باش يزيد يزيد لي اوت شامبيون ديالو، لان كتلعبوا هو نيفو كاميرون لا كوت ديفوار ليجيبت كذا اكسيتيرا. فمشينا تما وصلنا للدومي فينال وتقسينا بالاريطي بحال ديال لا كوب دي مون نيت. ولكن كانت الفرقه رائعه، ولكن كان عائق ديال لي ستاد، ما كانوش دي ستاد في مستوى عالي، كانوا لي ستاد عاديين ولا قل من عاديين. هذا ماشي تبرير ديال الخسران، ولكن على حساب سميتو. فتصوبت الفرقه وكانت بريباراسيون كوم يلفو، وجابنا مدرب اللي هو كبير عاوتاني قبل من فاريا، لان كان اللي مشى معنا اللي جو ميتيران مشى معنا فالونتين، ما مشاش معنا فاريا. فالونتين هو اللي جمع المجموعه باش نكونوا واضحين. مشى في حاله. مشى في حاله، ولكن كمل المشوار ديال البريزيليان. مشاش مشى. لو شوا ديالو كان ناجح في لو شوا ديالو فالونتين، لان ملي مشينا حنا للبريزيل في الكونسونتراسيون ديال لي جو ميتيرانيا سقسينا عليه، لقينا من خيره المدربين اللي كاينين في البريزيل. فمشى لظروف عائليه، مراته ما قدرتش تجلس في المغرب، دوك لي بريزيليان فيش كان ماشي في حاله. ملي جا لاكوب دي مون باقي كنتذكر كانوا حاضرين بكل صدق، حاضرين المغرب بواحد الشكل، لان علاش؟ لان كان الافارقه ككل كان عندهم الهدف عندهم ماشي اش غدير في ليكيب في لاكوب دي موند، كانت غير لا بريزونطاسيون سيتو، يعني كتاهل وكتشارك راك وصلتي. فجا الجيل ديالنا ودار دوك النتائج اللي هي جد ايجابيه، وطحنا في بول صعيب اللي فيه لونجلتير، فيه لابولون، فيه البرتغال، وحنا فدزنا الاولين. ومن بعد ما دزنا عشنا مشاكل ديال الاشهار كذلك، وعاشوها الجيل اللي مورانا وعاشوها الجيل اللي مورانا، بقات كتوارث واقيلا. والمهم جاو لعندنا، باقي كنتذكر جات فيدينيك اللي كان اونترينور في السبعين مع ليكيب ناسيونال شو الصدف. جاب لنا الحوايج وهذا وداك الشيء، وحنا في المغرب ما عارفينش هاد القوانين، ولكن كريمو والناس اللي بروفيسيونيل برا كانوا معنا جوج وقيله ولا هذا عارفين. جا انا كناخذوا في الحوايج هذا، قال لنا شكون اللي جاب هادشي؟ قال لك لا خصو يجيب لنا الفلوس اش غنديروا حنا بالحوايج. وصل معك الملك الحسن الثاني قبل المباراه ديال المانيا، حيت عارفك في ذاك الكولوار ديالك شكون اللي غيكون؟ غادي يكون واحد من احسن المدافعين في العالم، بريغل. بلي كنقولوا بريغل راه كنقولوا 90 شحال 100 كيلو ولا شحال؟
واه ما كيما نقول لك لان يدير مني ثلاثه ولا يدير مني ثلاثه كيفاش تتلاقى مع هذا يقدر يهزك ويديك تيسالي الماتش فين ما بغى ولكن كيبقى الذكاء والغيره البلاد والاسبري دو غانيون هادو هما المقاولين. اش قال لك الملك؟ سيدنا الله يرحمه باقي كنتذكر لان ملي تيبغي يتذكر معنا كنجمعوا في بلاصه واحده وكتهضر مع كل واحد على حده وكان عنده معلومات ديال كل لاعب شنو. المهم جا الدور ديالي الله يرضي عليك اوليدي وراك قايم مقابله مزيانه وحمرت وجهه المغاربه وتوا والمغاربه كيتسناوكم وكملوا الله يرضي عليكم. وواحد الوقت ويقول لي قال لي وليدي خليفه راه هز لك الهم. انا ملي قال لي هز الهم ما نكذبش عليك ما بقيتش عرفت راسي من رجليا ما بقيت ما نقول لي. قلت له من ناحيه اشنو يا سيدي؟ قال لي وليدي خليفه على بريغل وحنا ديك الساعه الله لعبنا مع الانجليز وباقي الماتش ديال الالمان. انا ملي قال لي بريغل زدت عاوتاني تخلعتي تخلعت وما بقيت ما نقول لي. قلت له نعم سيدي لا كوب دي موند راه كيتلعب ماتش بار ماتش دابا حنا عندنا الانجليز راه مكونسونتري على الانجليز ومن هنا الالمان يحل الله وعجبوه الحال وهذا ورد عندنا وداك الشيء وبالفعل كان كيتصل تينبهنا ويكون رساله وهذا والحمد لله ما حشمناش الله سبحانه وتعالى. والدليل على هذا هو الدليل على هذا هو ان دار لنا دخله رسميه اللي بقى التاريخ اللي عبر التاريخ فهذا الشيء كيشرف البلاد كيشرف وبريك له رساله باقي كنتذكر دخل عندنا بيكن باور بعد الفيسير وفيليستا جميع اللعابه وقالنا هكا بالحرف بان قال لهم اصعب مقابله دوزت اش قال لكم الالماني؟ تقول لازم تقول لهم اصعب مقابله اللي دوزت هي معكم انتوما لان في لو تومور وبالاريتي وكذا واللي بغيت نشير ليه انا بغيت نقولها من هذا المنبر هذا هو ان الكوفرون اللي دخلت علينا تقريبا واحد 90% تيقولوا البوحياوي الباريير كذا كذا لان كل واحد والشوفه ديالو والمعطيات ديالو فانا كنشوف العكس بحكم ان عن قرب ولعابه ولهذا فكوفرون كانت تقريبا فوق 35 متر اوكي الباريير فيه 9 متر ولا تراجيكتوار بقات 30 متر انا كنقول الزكي هو اللي هو المسؤول وي علاش؟ لان لا تراجيكتوار ديال الكره كتخول الكارديان بيت ولا الديفونسور باش يصحح الاخطاء اللي كاينه عنده متفق معايا ولا لا؟ لان كون كانت قريبه بحال ديال الميسره متفق معاك كيدور تلقاها في الشبكه لكن الميسره راه في قبل كاع صفر لاربع لا لا تراجيكتوار الحمد لله لا تراجيكتوار ملي كتكون قصيره كدور كتلقاها موراك ما عنديش مسؤول ملي كتكون لا تراجيكتوار طويله كتفتح لك المجال باش تكحاز وتكحاز وتروح ما كتبقى خاويه هذا هذه النقطه وكانت نقطه اخرى انا بحكم زكي كنت كنضرب لي بينالتي في ذاك الوقت في ليكيب ناسيونال الكمال لي حتى لعب ما كامل دابا زكي في لوكوتي في اليمن طريفو ولكن في اليسر ماشي بحال اليمن لان ما يمكنش تلقى جول عنده كاع المقومات ديال كل شيء ماشي عارف الجوال حتى في الكويري الداخل حتى في الكويري والكمال لله ولكن مني فين 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 كينجح اللعاب هو كيفاش تعامل مع المقومات اللي عطاك الله اللي انت قوي فيهم اصلا وما طيحش في ديك لامبيل وحتى لا طحتي كتقلب على دي سوليسيون باش تخرج بشي شكل عقلاني ومقبول قول لي بعدا بريك علاش دار معاك في الاخر تبادل معاك بريك تبادل بالتونيات اكسيتيرا عطيتي التوني ديالك ولكن التوني ديالو هو كبير خديت منه لولادي شي حاجه اليوم هذاك راه بحال بحال عطاك جلابه عرفتي شنو يقولوا في القنيطره بحكم انا قصير وهذا تقول لك خليفه دابا راه خدا التريكو الفوق لبسو ولتحت داروا خروق لولادو وكسوا لمراته وكذا وتيتفصلوا وتيتفصلوا اخر سؤال سي خليفه تكلموا على الكاك واش يرضيك ان الكاك في لاماتش كاك دابا جبتي ليا قلبي قلبي جبتي ليا الكاك باش نكون معاك واضح الكاك طيحوها الناس ماشي طاحت باش نكون معاك ذلك من الاخر لان طيوح كاين في منطقة كرة القدم ولكن باش يتسبوا لها ناس ويطيحوها بداك الشكل مقبولات على جميع المستويات اللي كاين سبق الاسرار والترصد علاش؟ لان الكاك صغرت صغروها ولا منوله
كيجي باغي يدير رئيس، تعرف اشنو كلمة رئيس؟ كاريزما ديال الرئيس. وليكزومبل سي محمد دوم هذا اللي عشنا معاه حقبة، يعني الكاريزما ديال الرئيس. دابا رئيس يولي دري صغير عنده جوج دريال في جيبو، سوار ديال الطوموبيل، تيقول لك ندير رئيس، وجاي داير رئيس باش يدي الفلوس، سيتو. كدابا الكذاب اللي عنده شي استراتيجية ديال الخدمة أو غيور أو منين مشى سي محمد دومو، مازال ولده حكيم نسبيا بالنسبة اللي كاين كما كان الحال راه كاين، ولد الدار ولد البلاد كان حاجة وحدة اللي كان نلاحظ عليه وكنطرح عليه هذا السؤال. لا يعقل بان كاع القنيطريين اللي كاينين كاين 19 مدرب ولا 20 مدرب في القنيطره. لا يعقل هاد المدربين كلهم خايبين الا هو اللي زوين. اش غيستافد؟ دليل ان المنتخب المغربي ديال كره الصالات راه المدربين كلهم من القنيطره. علاش ناجحين في الصالات وما ناجحينش في الكره الوسطى؟ اذا الا ما كايناش الكره ما غاتكونش اصلا، سواء في ميني فوت او لا في هذا. ومني في هذا الجانب كاين وفي هذا الجانب ما كاينش، هذا هو السؤال اللي مفتوح. وانا عارف علاش وما بغيتهاش لفرقتي، وكنتمنى لهم ان شاء الله توفيق. خير توفيق والله يسلمهم. انا نجي نتفرج في الكاك حالف. ما كتمشيش تتفرج؟ ما كنمشيش نتفرج سنين. الا رجعت للدوزيام ديفيزيون تقبلها، الا ما رجعت للدوزيام ديفيزيون ما نقدرش. ونتمنوا العام الجاي تفرج في الدوزيام ديفيزيون ان شاء الله. وكنتمنى كذلك من هذا المنبر هذا لصديقي الدقيق اللي قام بواحد المجهود جبار وكنشوفه سوفو، لان هذاك الفريق ما جاش ولقى داكشي في بلاطو. فدائما كونسونتراسيون عندنا في القنيطره، ودائما الخدمه، ودائما واللي كيخدم كيوصل. امين الله يسهل على الجميع. واخا قنيطره كاين بزاف ديال اللاعبين اللي ضاعوا، ملي كنتكلموا على عزيز اللي انتهى به المطاف في دار المسنين. العمري. 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 لا نور الدين. نور الدين. نور الدين العمري. العمري نور الدين اللي انتهى به المطاف في دار المسنين. في دار المسنين. شويه كتبقى. وعشنا مع هذيك الحقبه ديال. فاريا كيفاش انتهى. فاريا كيفاش انتهى. هذا هو الخوف اللي كنت كنهضر لك عليه. هذا هو الخوف اللي كنت كنهضر عليه. وكنشوف داك الشيء في اصدقاء ديالي اعز الناس عندي. كنشوفهم فيهم كيفاش غدير الخوف من الحياه. اما الحمد لله دابا الامور تيسرات، ولا الصالير ولا الفلوس، ولكن بشرط فخص يكون عنده حدود ديالو. حتى كتشوفوا هونيفو ما كاين اكثر من ريال مدريد مع برشلون. انا شفت داك ماشي بينالتي، انا شفته ماشي بينالتي. باقا كتحسج عليه باش ما نعرف ياك. انا شفته شوف على حسابه ودابا قلت انا ماشي بينالتي وصفر بينالتي. شتي شي احتجاج في هذاك المقابله؟ لا احتجينا غير حنا. وكونترات عندنا حنا هنا اش غادي يوقع؟ كره واقيلا شمال افريقيا كله بطل. شكرا لك سي خليفه، الحديث معك شيق ولكن الوقت ضيق. الحمد لله. وبذلك وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، برنامجكم غلطات العمر. نتلقى معكم في حلقه قادمه مع ضيوف اخرين وغلطات اخرى. يدير لك الحين لكم من يوم طاقم البرنامج طيبه المنى. الى اللقاء.